أخ كالداء لا ينفع الإنسان في دين ولا ينفعه في دنيا، فهو مضرة عليه، يضيع وقته الذي هو رأس ماله، يضيع عمره، تصل إليه العدوى من كلامه، تصل إليه الظلمة من ظلمة بصيرته ومن سيئاته وآثامه، يتعلم منه الكلام القبيح والفحش، يتعلم منه الإخلاف وسوء الخلق، يتعلم منه عدم احترام الآخرين، يتعلم منه عدم احترام المواعيد والأوقات. هذا النوع من الناس عدو للإنسان، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.